واستكمالا لجهود بلدية الكويت بمختلف المحافظات عن هذه الجهود المبذولة في تحرير هذه المخالفات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية وأداء واجبها ودورها بشكل كبير. قبل قليل كنا في تقرير عن بلدية الكويت محافظة مبارك الكبير، وكان التجاوب والتعاون مع المجتمع وقطاعات المختلفة. وتكملة لهذا الدور المهم، نتحدث الآن عن بلدية محافظة الأحمدي وجهودها في إزالة أكثر من 60 مخيم مخالف للاشتراطات والقوانين التي وضعت من قبل البلدية. وفي هذا السياق يسرنا أن نلتقي عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالة الطرق بفرع محافظة الأحمدي الأستاذ فيصل العتيبي. حياك الله أستاذ فيصل وساعة المباركة. الله يحييك وساعة مباركة أخوي عبد الله واختلاء، وشاكرين لكم على إتاحة لنا فرصة نتواصل مع السادة المشاهدين عبر الشاشة. أستاذ فيصل، في البداية حدثنا عن حملة إزالة المخيمات المخالفة اللي صارت اليوم. بالنسبة لحملة إزالة المخالفات الموجودة للمخيمات، يعني قبل تقريبا فترة تم إنشاء لجنة مختصة بإزالة المخيمات الموجودة الغير مرخصة في البر. يعني بدأنا بتشكيل فرق، الحمد لله، فرق في محافظة الجهرة وفرق في محافظة الأحمدي، بما أن هذه المحافظتين هي المحافظات اللي يعني المناطق البرية تدفع لها. بالنسبة لمحافظة الأحمدي، تم يعني الخروج على الموقع الدائر السادس الموجود، الدائر السابع عفوا، والخروج على المخيمات الموجودة هناك، وتم إزالة تقريبا أكثر من 60 مخيم. نعم أستاذ فيصل، إذا سمحت لنا يمكن من خلال هذا الجهد وهالمشاهدات اللي شفناها مع المشاهد الكريم عن الإزالة، وذكرت أنها أكثر من 60 مخيم، لكن ماذا عن عملية الإزالة بحد ذاتها؟ يتم إبلاغ المخيم مثلا أنك مخالف وهذا إنذار مكتوب أو شيء من هالقبيل، واليوم الفلاني إذا رجعنا وشفناه راح نزيله، يتم إخطار المخالف قبل الإزالة؟ نعم، بالنسبة للمخيمات الموجودة يعني بناء على قرارات مجلس الوزراء بأن يعني بعدم تخييم السنة هذه سنة 2020 و2021 لا توجد مخيمات أو السماح للمخيمات، يعني فهذه المخيمات تقريبا تم بناها بدون ترخيص ويتم إزالتها بدون إنذار أو تنبيه. طبعا على مستوى الكويت كله يعني احنا شغالين يتم ازاله هذه المخيمات ورفعها ورفع المخيمات الى حد البلديه، والازاله موجوده بالنسبه للارواب وبالنسبه للنسوات الموجوده نزيلها بدون اي تنبيه في بخصوص المخيمات. نعم استاذ فيصل، كم عدد الحملات التفتيشيه اللي قمتوا فيها؟ طبعا احنا نتكلم عن محافظه الاحمدي، احنا من الاحمدي كونا ثلاث فرق، فريق مختص بالدائر السابع وطريق تبت، والفريق الثاني اللي هو منطقه بر الاحمدي وبر العدان وما حوله طريق صباح الاحمد، والفريق الثالث يكون بالوفره ومداره، يعني دار مدار الاحمدي. طبعا عملنا بجولاتنا تكون يوميه على هذه المخيمات، يتم اول شيء يتم رصدها ومواقعها ويتم الخروج عليها اول شيء، بعدين تبدا الازاله، يكون هناك استعداد للازاله، يتم يعني ترتيب لها وتطلع المعدات لازاله هذه المخيمات. نعم، لكن عدد الجولات اليوميه لا نطلع بشكل يومي، يعني ما يعني مو يعني ايام معينه، بشكل يومي يتم منها رصد ومتابعة هذه المخيمات. نعم أستاذ فيصل، يمكن من خلال بعض المشاهدات نشوف بعض المواد، خلينا نقول اللي تتلف البيئة، يعني نشوف مواد إسمنتية، مواد بلاستيكية، مواد تلفظها الأرض حتى لا تستطيع أن خلينا نقول تتحلل فيها. أعتقد هذه بحد ذاتها مخالفة، إلى جانب عملية التخييم
بحد ذاته. استاذ فيصل، هني مثل ما تفضلت محافظه الاحمدي ومحافظه الجهره، البقعه الجغرافيه واسعه خلينا نقول البريه اللي تقام عليها المخيمات، لكن هنا في الاحمدي ما هي القطاعات الاخرى من الدوله اللي تتعاون معاكم لتنفيذ وتطبيق القانون؟ بالنسبه للقطاعات والوزارات التابعه، يعني اساسا للامانه الوزاره نشكرها، هي وزاره الاعلام تتواصل معنا من اول ما طلعنا بالازالات وقاعد توصل رساله للناس هذا يعني رساله شكر منا لكم يا الاعلام. اما القطاعات الثانيه عندنا شده تربيه للامانه، اول ما طلعنا بجائزات المخيمات يعني ورصد المخيمات على شده تربيه في هي عامه للبيئه، هذه تطلع بعد يتم تكشف على المخيمات وترصد مخالفات، يعني هذه ثلاث جهات تقريبا قاعد تتعاون معنا احنا كبلديه من اول بدايه الازالات الى اليوم احنا متعاونين مع بعض. نعم، انا يمكن على اساس لا يسقط سهوا حق وزاره الداخليه يشوف بعض الدوريات، هم سلامتكم انتم يا المنفذين للقانون غاليه، لا تقعون في ناس غير مسؤولين، فايضا تجاوب وزاره الداخليه معاكم. اكيد يعني وزاره الداخليه مؤثره معنا بشرطه البيئه، هم اللي شغالين ويانا في دورياتهم، يعني بالطاقم اللي معانا واذا احتجنا للامانه الداخليه مقصره بالدوريات من الامن العام قاعد توفر لنا الدوريات، يعني في حاله يعني شرطه البيئه احتاجت يعني يتم توفير دوريات مساعده. وللامانه يعني التعاون الهيئات الحكوميه والوزارات معانا تعاون يعني ما شاء الله، يعني كاننا اخوان مع بعض نطلع مع بعض ونزيد والحمد لله. استاذ فيصل، من خلال الفيديو اللي قاعدين نشوفه بخصوص الحملات هذه اللي تجرونها انتم، يعني في ناس باين ان متكلفين وحاطين مخيمات وكذا، وانتم تيون بعدين تشيلون لانكم قاعدين تطبقون القانون، اكيد ما في شك، يعني هذه اكيد خطوه سليمه 100%، لكن شلون تشوفون تجاوب المواطنين فيما يتعلق بهالموضوع؟ اختار بالنسبه للتخييم بالكويت، يعني انا كنت في قسم المخيمات قسم التراخيص، يعني السنه هذه التخييم مو نفس كم سنه، مو مثل السنوات الماضيه، بالعكس التخييم السنه هذه اخف بكثير، في تعاون في تجاوب من الناس يعني مثل التخييم، لكن في ناس يعني مش يتخيم بس، بالعكس قاعد يتلف البيئه وبعد يعني يحط يعني اسمنت بالفلال وقاعد يخاف. طبعا احنا دورنا في البلديه يتم محالته وتم ازاله المخيم وتنظيف الموقع اللي هو يعني نعم بنى فيه يعني ومخالفه صاحب العلاقه. نعم استاذ فيصل يعطيكم العافيه، واحنا كوزاره الاعلام شركاء معاكم في المسؤولية إن شاء الله وكل قطاعات الدولة من أجل تطبيق القانون، نتمنى السلامة لكم ولهم واحترام القانون قبل هذه وتلك. هل من كلمة أخيرة ورسالة أخيرة حاب تقولها أستاذ فيصل لمن يتابعنا؟ والله رسالة يعني هي توجه يعني من الوزارة، يعني جزاهم الله خير رئيس مجلس الوزراء بخصوص أن السنة هذه منعوا على التخييم والمنع، يعني بعض الناس يعتقد ان احنا قاعد نخرب عليهم الاجازه او نخرب عليهم الشتويه هذه، للامانه والله هي لمصلحتهم، مصلحه المواطنين والمقيمين. منعناهم التخييم حتى يعني نحد من الجائحه الموجوده الان اللي اجتاحت العالم، عسى الله يعني يكفينا شرها شر يعني يكفينا شرها في الكويت. امين يا رب. مصلحتهم يعني. نعم. ولا يعني اذا ما في شيء من ان شاء الله يعني في السنوات الجايه ان شاء الله باذن الله يكون الترخيص موجود والسماح لهم. لكن السنه هذه بسبب الجائحه نطلب من المقيمين والمواطنين بالتعاون وياهم. يعني. عساكم على القوه استاذ فيصل العتيبي، كل الشكر لك على هذه الكلمات وهذا الجهد، نتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا فاصل وراح نرجع لكم.